إلى ذلك مشاهدينا الكرام، أجرى موفد التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء مع إسراء فتحي وهي إحدى المشاركات في معرض ديارنا على هامش فعاليات منتدى شباب العالم. نتحول إلى هناك. وأيضا على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة العديد من المشاريع والعديد من المعارض، ولكن ربما من أهم هذه المعارض هو معرض ديارنا. سنتحدث الآن مع الأستاذة إسراء فتحي وهي صاحبة إحدى المشاريع من هنا من ديارنا من منتدى شباب العالم. أهلا بحضرتك أستاذة إسراء، كلمينا فندم كده عن مشاركتك داخل المنتدى، ما الذي تقدمينه وما استفدتي من المنتدى؟ احنا الحقيقة جالنا دعوة من وزارة التضامن بحضور معرض ديارنا في منتدى شباب العالم نسخته الرابعة، هي دي تاني مرة ليا ان انا اشارك. كان لطيف ان احنا نجيب المنتجات بتاعتنا، احنا 6 عارضين في معرض ديارنا في منتدى شباب العالم، بنعرض تطريزة على القماش، شغل خوص وحلفة، فخار كروشيه، كليم ورسمة على الخشب، احنا 6 عارضين. كان لطيف جدا ان احنا الحقيقة نعرض وان احنا نقابل ناس كتير، تبادل الثقافات والخبرات كان لطيف جدا جدا. والحقيقة احنا شرفنا كمان بزيارة السيد الرئيس اول يوم، يوم الافتتاح، والحقيقة هو كمان اثنى على المنتجات واوصى بان احنا نطور من نفسنا وان احنا نكون على طول على طول الطريق، والحقيقة دي كانت حاجة لطيفة جدا جدا. طيب استاذة إسراء، كمان وجودكم في وسط الشباب، اكيد الشباب ده مصري وغير مصري، اكيد شاف المنتجات دي، اكيد خدتوا كمان اراء واصداء يعني لرؤية المنتجات دي، كلميني كده عن رأيهم في الحاجات دي، وانت شايفة المعرض في وجوده في المنتدى، هل فعلا هي فرصة تسويقية كويسة ولا لا؟ ده حقيقي جدا، كانت فرصة تسويقية هايلة الحقيقة، لأنه لطيف إنه مش بس المصريين، الشباب المصري بس اللي بيعجب بشغلنا، لا كمان الشباب من دول أخرى الحقيقة خدنا رد فعل إيجابي جدا جدا عن المنتجات بتاعتنا، عن كمان التصميم وجودة المنتجات نفسها، ده بالنسبة لنا كان لطيف قوي، وكانت فرصة حلوة الحقيقة. يعني دي يمكن تاني مرة ليا في منتدى الشباب، بس بعتقد إن هي كانت من الفرص الجميلة جدا الحقيقة، يعني تجربة مش هقدر أنساها يعني. ما اعرفش بصراحه، بس كان كل حاجه كانت لطيفه لله يعني. شكرا جزيلا الاستاذه اسراء فتحي على هذه المعلومات الوفيه، يعني ربما كما شاهدنا دائما هناك اهتمام بجميع الحرف، هناك اهتمام بالشباب، هناك اهتمام ايضا برياده الاعمال، كل من يشارك في هذا المنتدى له دور خاص وايضا له عائد خاص، ربما هي التسويق، ربما هي القياده، ربما هي ايضا الاستفاده من المواضيع التي تمس الحياه بشكل عام. والان اعود اليكم مره